تشان عملت الكاري. هلو هلو، ازيك يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ندى البشاتلي، اللي لسه ما يعرفنيش او لسه جديد في القناه. انا شيف متخصصه بالاكلات الكوريه، والنهارده هعمل لكم وصفه جديده وهي الكاري الكوري. كنت جايبه معايا الباكت الكاري دوت معايا من كوريا، لان هو ما فيهوش لحمه، لان هو كاتبين نو ميت كونتيند، فقلت اجيبه عشان ابني صغنن ياكل معانا وكده، فانه لسه 6 شهور فما يقدرش ياكل لحمه لسه، فحبيت اجيب اللي هو الميديوم هات، وفي الاخر طلع اصلا مش حراق ولا اي حاجه، فالحمد لله. يعني ده كده بيبقى شكله من جوه. بس تعريفا ليكو، بالمناسبه اللي هيسالني طبعا على طول، هو الكاري نقدر نجيبه منين؟ انا شفت كذا صفحه بتبيعه هنا، بس بيبيعوه يعني بنسبة عالية قوي، يعني 350 و400 وأسعار غريبة كده. فأنتوا ممكن تلاقوه تقريبا في سوبر ماركت في مدينة نصر اسمه ألمو مارت، بيبيعوا بسعر حلو قوي، في منه الباكت الصغير والكبير. نبدأ بقى على طول في الوصفة بتاعتنا. طبعا الوصفة سهلة جدا، كلها عبارة عن خضار، وممكن تحطوا بقى إضافة لحمة أو فراخ. فأنا حمادة زي ما قلت لكم كده، أنا هعملها بالخضار بس عشان ابني الصغنن يقدر ياكل معانا. فهنبدأ نقطع البطاطس بسمك كده مكعبات زي ما انتم شايفين، وبرده الجزر نفس الكلام، والبصل. فيعني مفيش أسهل من كده، صح؟ مكونات موجودة في كل بيت. وبس كده، عندنا طاسة بقى على النار غويطة، بحط فيها شوية زيت عشان نبدأ نشوح الخضار الأول واحدة واحدة، بنزله كده عادي بطريقة شوية جدا، وبنبدأ نشوحه سوا مع بعضينا. وبس كده بنستنى بقى يعني يدبل شوية معانا، وطبعا ايده الصغنن لازم كان تدخل، ايد الشيف الصغير ماسك في الاسباتشولا وما كانش راضي يسيبها، فقلت له طب تعالى بقى يلا نطبخ سوا. ما تقلقوش، انا بعته على النار، يعني هي مش نار، هو البوتاجاز شعلة وكده عادية جدا اللي هي الشمعة، فما بيجرى لهوش حاجة، ما تقلقوش. وبس عندي مكعبين كاري قسمتهم 2 وحطيته واضفتهم معاهم، ده طبعا مكعب واحد بيكفي شخص واحد طبعا، عشان احنا فردين في البيت، فقلت ازود. فالكمية دي تكفي شخصين او فردين، هتعمل طبق حلو كبير قوي كده زي ما انتوا هتشوفوا في اخر الفيديو. وبعدين بحط معلقه كبيره من الصويا صوص الفاتحه، مش الغامقه، لان الصويا صوص الفاتحه بتبقى مالحه مش مره، وده نوع الصويا صوص اللي بستخدمه، لان في ناس كتير قوي كانت بتسالني ايه النوع اللي بتستخدميه، فده اللي بستخدمه. في نوع تاني هوريه لكم في فيديو اخر. وطبعا برضو ايده كانت لازم تخش في الفيديو، ف يلا ما علينا. وبس بستناها كده لحد ما تبقبق كده، وطبعا بعد ما ضفت الميه حوالي 2 كوباية كبار من الميه او 3 على حسب، يعني اول ما تشوفوها بتتسبك كده، يعني بمعنى اصح الميه تكون مغطيه الخضار. وبس بقفلها وبسيبها لمده 10 دقائق تستوي على نار هاديه، وبعدين ببدا اسيرفو مع الرز، تقدمه مع الرز او المكرونه. انا حبيت اعمل رز طبعا، برضو زي ما بقول لكم ده حاجه راجعه لكم من اختياركم، هو الاساسي عامه بيتقدم مع الرز، وانا حبيت الرز اكتر برضو عشان انه صغنن يقدر ياكل معانا. ولكن تقدروا تعملوها مع النودلز، بس انا شايفه ان هي اساسها يعني الرز، فاسهل بكتير. بالنسبه للرز، انتوا عاوزين تعملوا الرز بيتعمل مسلوق عادي جدا من غير اي اضافات، بتسلقوه عادي في ميه على النار لمده 10 دقائق او 9 دقائق بالظبط، وبتصفوه بتستنوا عليه ربع ساعه، وبعدين تبداوا تقدموه مع الكاري بتاعكم. وبس كده بالهنا والشفا، يعني بصراحه ما فيش اسهل من كده. صندوق بقى، يلا نجرب عشان انا جعانه جدا. شوف عامل ازاي، بتعملوا ميكس كده ما بين الرز والخضار. نجرب بقى. نم 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 نم. بسم الله. طبعا انا ما فطرتش، لا فطرت ولا اتغديت ولا عملت اي حاجه، فده بالنسبه لي كده اول حاجه اكلها، اللي هو حاجه جميله قوي. لازم تجربوه يا جماعه. بالمناسبه اللي عايز يعرف الكاري بجيبه منين، انا جبت واحد معايا من كوريا، بس لقيت في صفحه هنا بتبيعه مكان في مدينه نصر، مش عارفه اسمه، المو مارت تقريبا حاجه زي كده. بيبيع فيه الكاري ده، هو كايند اوف غالي شويه هنا في مصر، هناك اغلى، بس قشطه يعني. ففي ليه طريقه بديله على فكره، حاسه هو نفس الكاري اللي هو بتاعنا هنا اللي بيتباع في مصر، اللي هو ايه، اكل اول اللي هو علبه كده ب50 جنيه بيبقى فيها كاري،
او من على زومرا ممكن تلاقوها، زومرا فود، و مدي نفس الطعم يعني، مش طعمه مختلف قوي يعني. ماشي شطه، جميل قوي تحفه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناه. قولوا لي عايزين وصفات ايه تاني كوري اعملها لكم، و هتبقى سهله يعني وسريعه يعني. كده وش باي باي.